السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي قناة المعهد العالي للطيور. تحية طيبة لجميع المشاهدين والمشاهدات. كنتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير. الحمد لله راه حاولنا نعزلوا بعض الذكور باش نقفزوهم. دابا راه كنعطيهم التدواش. غير هو بالنسبة اليوم هاد يومين راه كاينة الحرارة بزاف. حاولوا ما امكن يعني الطويرات عطيهم يدوشوا ولا ترشوا عليهم. انا كنرش عليهم عادي بالبخاخ ما عنديش مشكل، لان راه كاين هذا البخاخ داير فيه الثوم منا باش كيعاون الطويرات باش يكون واحد لمع الريش زوين. الثوم وخا التفاح كنخلطهم وكندوش بهم الطويرات راه كيعطي واحد اللمعان والطويرات كيتقادوا مزيان. ان شاء الله راه غادي نشوفوا يعني الهيئه كيفاش غيوليو الطويرات. يعني كترش واحد الرشات خفاف بحال هكا راه الطويرات كيوليو مزيانين. راه الطويرات تبارك الله راه بداو دابا يولفوا. ان شاء الله الطويرات كاملين غادي نحاولوا نتصنتوا لهم باذن الله. راه بديت كنلوح شي طويرات، لحت شي طويرات. باقي يعني التغاريد ما كما كنقولوا باقي ما مفرزاش مزيان، ولكن هادو ان شاء الله غيكونوا شويه مفرزين. تحاولوا تصنتوا ليهم، شوفوا عطيو الراي ديالكم في التغريد كيفاش جاي. لحد الان انا كيبان لي التغريد يعني جاي مزيان، رغم اننا يعني دايرين الشريط ما كيبانش لي الطيور هزوا من الشريط، ولكن الاغلبيه الطويرات جايبي الكلام ديال الدم ديالهم. كاينين وحدين كيبانوا لي يعني جايبين من واحد الطائر عندي اللي كيسمعوا لي في كوزينه رغم البعد يعني، ورغم ذلك يعني جبدوا الكلام ديالو. وكاين اللي جايب من الدم ديالهم، وربما ضروري غادي يكون شي واحد هاز حبه ولا جوج من هذاك الشريط اللي حاط. هذا يعني كما كنقولوا في البدايه، اما مع المده اللي فاش غادي تبين، لان الطويرات باقيين غير كيفاش غطوا. وصراحه يعني الخدمه مع الطويرات في هذا الوقت ديال التبجغيط، لان الا كان شي طير يعني هاز شي اخطاء وبقى مع الطويرات راه غادي عادي كلشي. فلهذا كنحاول دابا ما امكن يعني الطويرات كاملين كنعزلهم. ولي تصنت ليه وبان لي الكلام ديالو يعني مزيان، راه كنحاول نخليه. اللي غادي يكون الكلام ديالو ماشي هو ذاك، راه غادي نحاول نبعدو على الطويرات، يعني ما خصوش يتجدمو الطويرات. لحد الان هاد السنه بحكم ان كاين يعني العدد قليل ديال الطويرات، لحد الان كيبان لي يعني الالفاج غادي مزيان. نتمنى وان شاء الله يكون خير باذن الله. هادو دابا راه دوشنا لهم هنايا، غادي نحاولوا ان شاء الله نديرهم في واحد البلاكار شويه وغادي نحاول نغطيهم، غير على اساس راك كتعرفوا يعني الطير بني كيتغطى كتولي كتبغي تسجليه يعني كيتكلم بسرعه. غادي نحاولوا نديروا لهم واحد شويه الظلام باذن الله باش الطويرات يتكلموا ليا. من بعد الاخوان يعني بني جيت يعني صراحه راه الطويرات دابا حاليا راه كلهم قلبتهم، يعني في هاد البريود اللي كنت مسافر فيها راه الطويرات راه بقاو مزيانين، ما كان حتى شي مشكل نهائي. يعني كاينين بعد الطويرات اللي شويه كما كنقولوا يعني الكرش ديالهم شويه ما يعني ما قاصحاش، ولكن ما كاينش شي اسهال اللي خايب. يعني خصوصا ملي كنحطوا الطويرات وكنقفزهم كنلاحظ ان البوراس دابا بحال هاد الطوير راه البوراس ديالو ماشي هو هذاك. دونك هذا ان شاء الله غادي نتبعوا لي غير خل التفاح، غير خل التفاح ان شاء الله غادي يولي مزيان. دابا حاليا راه يعني جينا دابا هادي يومين راه عطيناهم خل التفاح، غادي نعطي واحد 5 جوغ ديال خل التفاح متابعه ونشوف هذيك الساعه. يعني الا بقاو الطويرات يعني متعطرين بحال هكاك راه هذيك الساعه نقدروا ندوزوا لشي حاله اخرى، واش ندوزوا الفلاجيل ولا ندوزوا شي وصفه. كاين مجموعه ديال الوصفات اللي كتقضي على هاد كما كنقولوا هاد النوع ديال لادياري، ماشي لادياري ولكن غير باش يتجمع حاشاكم البوراس ديال الطائر. الطويرات الاخرين راه كما كتشوفوا راه تما راه نقينا لهم الحمد لله. الطويرات راه بصحه جيده، كاينين في مرحله غير الريش. هذا كما كنقولوا اخر العنقود ديال هاد السنه، باقيين ما بداوش يتكلموا، ولكن ان شاء الله قرابين
هذا تاهو مايا، هادو كانوا ديال العش الثاني. كيف ما كتعرفوا هاد السنه يعني راه خدمنا غير جوج د العشاش، هادو راه هما الاناث اللي خدمنا بهم، راه ما تما راه بداو يلوحوا في الريش، راه تما في مرحله غيار الريش. هادو الاناث اللي خدمت بهم هاد السنه، وهادو راه الوليدات ديال المرحله الاولى يعني العش الاول. غير هو الاخوان غير من واحد الناحيه يعني باش تكونوا كاملين على درايه، راه تصوروا راه دابا الاغلبيه هنايا ديال الطيوره كلهم ذكور، راه الاغلبيه يعني الاغلبيه كلهم ذكور. الا لاحظتوا تلاحظوا واحد الملاحظه، هادو راه تسنت ليهم، هذا راه اول عش. الى كانوا بالنسبه للاخوه اللي كانوا كيتابعوني وكنتو واحد العش كان زاد فيه، اول عش كان زاد عندنا السنه وجينا لقينا الوليدات طايحين في لاكاج لتحت، صافي قلنا غاديين يموتوا وحاولنا غير نسخنوهم وصوفيناهم. راه كان عندهم لي باك غوز، هذا راه خرج ذكر، هذا خرج ذكر، هذا خرج ذكر. دابا راه كنهضروا على عش واحد، وهذا لا راه هو واحد لواحد يعني، ها هو راه حتى هو ذكر. دابا هذا تا هو خرج ذكر، يعني عش واحد تصوروا معايا في اربعة ذكور. يعني باش تقولوا بالنسبة للإخوة اللي كيبغيو نتاوي يقولوا راه كنخبي عليكم نتاوي، راه الأغلبية ذكور. دابا حنا غادي نشوفوا إن شاء الله، راه باركين كنعزلوا. دابا أنا عزلت هنايا 8 ذكور، وغادي نشوفوا شحال غادي يبقى عندنا ديال نتاوي إن شاء الله. الفيديو ديال اليوم هو هذا، راه كاينين هنا عاوتاني واحد جوج ذكور عازلهم، ها هما. دابا هادو هنايا يعني راه التخريج كما كنقولوا التخريجه الاولى، هنا ديجا حيدنا من 8 ذكوره، وهنايا هادو راه كلهم ذكوره، هادو اللي فيهم نتاوي. وهاد نتاوي راه هادو كنقول نتاوي، ولكن هنايا راه كيبانوا ليا وكاينين واحد جوج ذكوره ان شاء الله هما اللي كاينين، اما ما تبقى هنايا كلهم ذكور. يعني التخريجه الاولى راه لاحظتو 8 يعني من بين واحد 20 تقريبا طير، كاينين شي 8 نتيوات. المهم باش تعرفوا اللي كاين. دونك نتمنى هذا الفيديو يكون الاعجاب ديالكم، وكنتاسف على واحد الضجيج يعني كاين شويه في الزنقه، ربما غيتسمع الصداع، ولكن ما عندنا ما نديرو، بدينا التسجيل في هذه اللحظات. يلا الإخوان تهلاو، والسلام عليكم ورحمة الله.